لوكي ليه زعلاني؟ أنا شو سويت لك تزعلي مني؟ ما بدي أحكي مع حدا، ما بدي. يا رحي والله أنا بحبك. يلي بحب التاني بيجي معه صبحي مو ضده. طب شو دخلني أنا؟ شو دخلني؟ حرام، ما دخلك أبدا. اللي بيسمعك بفكر إنه القط بياكل عشاك ومانك عامل شي. طب بس قولي لي شو ساوي لك لترضي؟ بس قولي يا. بدي بيت لحالي، يعني بدي بيت لحالي، فهمت؟ ايه؟ ملوكتي من وين بدي اجيب لك بيت؟ والله ما بعرف، مو انت رجال؟ ايه رجال، بس يعني انا ما معي مصاري لحتى اجيب لك بيت. انا ما دخلني، دبر حالك، ما بعرف منين بدك تجيب، انا بدي بيت لحالي، يعني بدي بيت لحالي، يا اما يا اما شو؟ شو ملوكي او شو؟ طلقني. شو هالحكي هذا؟ انا طلقك انا؟ طلقني، لأنه يلي ما بده يسكنني ببيت لحالي ويعمل حاله علي رجال ما بدي إياها العيشة معه. بلا لهيك رجال أحسن. بلا شو رح تطبخي لجوزك ملاك؟ طباخ روحه مرت عمي. بس ما تأخرتي لك بنتي على الطبخ؟ لا، جوزي بحب الأكلة تازة. لك إيه والله ما عادت تلحق معك، إيش بدك تسلقي له إياها سلق لك بنتي؟ ما تخافي مرت عمي بتلحق. إيه؟ مثل ما بدك. الله يعينها على حياتك. قال هلا بدها تطبخ لجوزها طباخ روحه. والله اللي بدي فيه قبل اذان الظهر بشحطه، ما رح يلحق شيء من شغل البيت. لك الله يعيني انا. والله مزبوط لك بنتي، والله مزبوط. شغل البيت بده فيقه بكير. اخ الله يكون بعونها هالبنت على عقلها. هاتي هاتي العونه كيف؟ يلا تقدريني، يلا ندوبنا اللي. وين كنتي ملوكتي؟ كنت عم فكر بشغله ابن عمي. شو عم تفكري روحي؟ ليش ما تقله لأبوك يقسم البيت؟ شلون؟ ايه شو فيها؟ قله يعطيك غرفتين من البيت ويقسم لك شقفة الديار ويفتح لك باب سقاع على الحارة، وهيك بصير عنا بيت لحالنا. والله فكرة حلوة. يعني موافق تقله ابن عمي؟ موافق لك عم، بس يعني انت أنا غرفة بدك اياها غير هاي؟ هاي الغرفة والغرفة اللي مشقيتنا. غرفة أخي عزمي؟ ايه غرفة أخوك عزمي. وين بده يسكن أخي ومرته؟ يعني قلة أوض بالبيت بيعطيه أبوك أوضة تانية غير هاي؟ ايه ليش لا؟ بيعطيه أوضة غير هاي الأوضة اللي قاعد فيها. يعني روحي مشان تزبط التقسيمة تبع البيت، وأنت بتعدي لحالك وتاخدي راحتك على أخي. الله يوفقك يا ابن عمي، بكره قال له بس بتحكي. ايه من كل بيت، من كل بيت. ولي على قلبي لك ملوكي حرام قصير. ايه من زمان فاكرين بهيك تفكير. شايف كيف؟ ابن عمي ما بدك تنام. لك طفينا الفانوس. يا على راسي. دخيل الراس. لك يخرب بيتها. شو عم تفكر تساوي ام الفناطي هاي؟ لك يخرب بيتها شو سلالة؟ معقول؟ حول الله يا شي؟ شو في مروة؟ ما في شي ابن عمي، ما في شي. يلا نامي على عيني نامي. ايه يلا قايمه. ملوكتي ما بدك تنامي؟ ابن عمي شو صار معك؟ ما قلت له لابوك على الغرفه؟
وحياة عيونك عندي رح قله خلص رح قله الله يخلي لي اياك لا تنسى لك شو انسى امي رح تطفي الفانوس ما بدك تنام انا مو جايني نوم نام انت شو نام انا عم بستناكي ما رح اغفل حتى تيجي تنام اي استنى على قد ما بتقدر لشوف اذا ما رح نيمك لسه قهر بقهر ويا انا يا الغرفة والله معك حق يا بنتي والله معك حق اولادك كبروا وصار لازم يناموا باوضه لحالهم لك يعني رح تعطونا اوضه تانية مرت عمي خلص انا اليوم رح بحكي مع عمك وباذن الله رح بيوافق يكتر خيرك مرت عمي حقك لك بنتي حقك يوم عن اذنك مرت عمي هدي مروعد خير مرت عمي شو بعملك يعني فكرها أنا رضياني إذا عطتني أوضة تاني هلا والله مالي رضياني إلا وعندي بيت لحالي اي والله ما حب شوي تاني ولادة بيوعوا وما بيجوز يناموا بنفس الأوضة مرت عمي حرام لك حرام والله حرام والله ما بيجوز لك بنتي مشان هيك أنا رح بعطيها غرفة تاني ما فهمت عليك يعني شنو معي استلهاب بدماغي بهالكم يوم ما عم بقدر جمي عيد شو قلت يا بيعطيني غرفتين وشقفة من أرض ديار إجا عبالي يريح راسي ها شقفة من أرض ديار يعني بدك ياني أقسم لك البيت يعني بدك تشرك البيت مشان حضرة جنابك مو هيك لا يا بي مو كله بس هدول غرفتين فهم علي يا بي صبحي ولا أنت معك استلهاب بمخة ما عم تقدر تجمي أبي حط رقبتي معك استلهاب مزمن من وقت ما تجوزت الحرمي من وقت ما شميت ريحة المرأة وانت دايخ ومدوخنا معها وتغيرت معاملتك معي ومع أمك ومع أخوك وأنا بالعها وعامل حالي مو دريان الله يرحم ستك كانت تقول ما بتعرف الولد على حقيقته إلا بعد ما يتجوز شوف صبحي انت من حقك يكون عندك بيت انت ومرتك ولادك تسكن فيه لحالك وبالك وعلى كيف كيفك وما حدا يدايقك فيه بنو منيحة؟ إيه أنا هذا اللي بدي إياه يا أبي بس يا صبحه أفندي هذا البيت مو خرج تقسيم يا أبي هني غرفتين حينقصوا منه اسمع شو بدي أحكي أمور يا أبي أنت مو لحالك بالبيت أنت معك شراكة في أمك وأخوك يعني مو لحالك رح ترتني بعد عمر طويل يا أبي هلا بلا طويل بلا قصير على مين على همان يا فرعون يعني شو يا أبي من آخره طول ماني عايش البيت ما رح يتقسم ما رح يتقسم مثل ما بدك يا بي مثل ما بدك العام عليك ولا بده يرتني ولساتني عايش عم وحيد اللي خلقني بعد عمر طويل ابن عمي بعد عمر طويل ما تزعل منه ابن عمي تقبر قلبي والله هالكلام مو من راسه والله مو من راسه ولك ابصر هالبحور اهليك شو داعش براسه حول ولا قوة الا بالله لا الهي الله معك تقبر لي الله معك مهوله مهوله هي ما في غيرها مرت اخوك اللي وزت بعقل امك وخلتها ما توافق وشو عرفها مرت اخي انه انا طلبت من ابي انه بدي اقسم البيت شو عرفها انا قلت لها لامك انت قلتي لها لامي ايه قلت لها بس مو على اسمة البيت مو على اسمي